دوزتي سمستر ديال القرايه ما جابش الله كتحس بالفشل والاحباط هذا الفيديو موجه لك هذه تقريبا 5 شهور باش درت واحد لا فيديو على تجربتي مع القرايه في لافاك فيديو تحفيزي حاولت نشجع فيه الناس طلبه جداد على القرايه في لافاك ونختصر عليهم بزاف الطريق دازت 5 شهور دوزت لي زيكزام خرجوا لي ريزولطا كاين فيكم اللي فرحان كاين اللي مقلق كاين اللي ما راضيش على الاداء ديالو في الدوره الاولى وكاين اللي ميم با ما قادرش يواكب ويكمل العام الوغ الناس اللي كيعيشوا دابا لا سيتوياسيون الاخرى يعني الناس اللي كيحسوا بالاحباط والفشل وما جابش الله وداز الدور 6 شهور ولا 5 شهور حنا كنقراو وفي الاخر ما هاد الناس هما ما عم بغيتو ندوي بغيت جوج نفكركم بلي نتوما حاليا كتعيشوا اختبار الحياه كدوزكم اختبار اوغوزمون هاد الاختبار هو اختبار روتيني كتعيشوا نتوما دابا عاشوا الناس قبلكم وغادي يعيشوا الناس من بعدكم دونك هو اختبار عادي اي واحد منا كيدوز منه عندكم دو زوبسيون سواء غادي تكونوا فايقين وعايقين ومريقين وما تعرفوا كيفاش تسلكوا راسكم ودوزوا الاختبار وتنجحوا فيه قبل ما يمشي الحال سواء كما كدير لا ماجوريتي سي بون مشى الحال انا جا في دو مون ميو جو في دو مون ميو ما جابش الله غادي ندوز العام باش ما جاب الله ونستنى العام الجاي باش جمله شهيره نجمع راسي الوغ ما كومينونتير سيكونوا فيها الناس اللي كيختاروا لوبسيون الاولى الناس الواعيين اللي ما كيتفاكوش ما كيتعاتقوش كيديروا كاع اللي يقدروا عليه حتى لا ديرنيير مينوت هاد الناس بغيت نقول لهم برافو وبغيت نفكرهم بلي اني جامي تخطا زيدوا ديروا لي عليكم مازال عندكم اون دوزيام شونس اي بور سولا جبت لكم في لاسويت ديال لا فيديو لا كريم دو لا كريم ديال لي زاسويس اكثر فكره كتعجبك حاليا هي فكره الفشل حيت بزاف منا ما كيقدروش يفرقوا ما بين الفشل ومبدا التجربه والخطا في الحياه راه ما يمكنش غير تجي وتنجح بلا ما تجرب وتفكر وتقلب مره يصدق ليك البلان مره ما تسلكش الخطه وهكذا كتبقى كتجرب حتى كطيح على المود باس ديالك هذا هو مبدا الحياه وسي لا ميم شوز في القرايه دونك الدوره الاولى ما جابش الله مازال عندي ام دوزيام شونس غادي نبدا الدوره الثانيه ونقلب على خطه جديده وهنا غادي تجي المرحله ديال لو بيلون الو كيما كيديروا الشركات ولي زورغانيزم الكبار مورا عام ديال الخدمه حتى حنا غادي نديروا ان بيلون ديالنا مورا 6 شهور ديال الخدمه دونك غنحتاجوا ورقه وستيلو نجيبوا الورقه نقسموها على جوج اي في لو با غادي نكتبوا النتيجه اولا المعدل اللي حنا حصلنا عليه ومن بعد في القسم الاول غادي نكتبوا الحوايج الزوينه اللي حنا كنا كنديروها وكيبان لينا بلي عاونتنا شويه بحال مثلا كنفيق مره واحده في السيمانه بكري باش نقرا مثلا كنفيق نهار الاربعاء مع 6 نراجع عاده نمشي لافاك ولا ليسي مثلا كنحاول نهار الاحد نراجع ساعتين ديال القرايه كنحاول نمشي الحصص ديال الصباح واخا ما كتدركنيش الحصه ديال 8 ونص مي بون كنحاول نمشي لا دوزيام سيونس ايتترا في لا دوزيام كولون هادشي نكتبوا الحوايج اللي حنا كنا كنديروها ولكن بينا وبين نفسنا كنا عارفين بلي راه ما مسلكناش وبلي راه كضرنا مثلا كندخل للكور كنتبه مع البروف ولكن مثلا كتبش بدعوى انني ما نقدرش ندير لي دو اون ميم طون كنحضر غير لي سيونس ديال المواد اللي كتعجبني بدعوى انه المواد الاخرى راه سهله حتى الاخر وغادي نسيطر عليها وغادي نرجع غير في نهار ما كنصاوبش لي تي دي ديالي ولا لي سيري اللي عندي ولا لي زيكزيرسيس اللي عندي حتى نهار تي دي ولا حتى نهار التصحيح ديال دوك لي زيكزيرسيس وكنستافد من تصحيحي مجانيه ايتترا غادي نقادو هاد البيلون نعمروه ونكتبوه كومي لو فو اي بي غادي نشدو الورقه نحطوها اكوتي غادي نحتاجوها باغ لا سويت من بعد ما درنا 50% ديال الخدمه فاش قادنا لو بيلون ديالنا غادي ندوزو لجدول الدراسه جدول الدراسه هو واحد الجدول الزمني كيحكم عليك البوليس اللي واقف عليك باش دير لي زاكتيفيتي اللي خاصها تدار في داك الجدول الزمني اللي انت عندك وفينالمون تحصل على النتيجه المرجوه مثلا حنا عندنا لو دوزيام سيمستر كيبدا من لو 1 فيفري حتى لو 15 جوان من 1 فبراير حتى 15 يونيو يعني عندنا 17 سيمين 17 اسبوع الوحده الزمنيه عندنا هي الاسبوع دونك كنحتاجو ورقة جديدة ورقة بيضاء نشدوها نقسموها على 17 خانة على 17 أسبوع وفي كل خانة في كل وحدة زمنية غادي نحطو الأهداف المرجوة ديالنا من ديك الوحدة في لو ديبي ديال كل سيمانة غادي نحط أنا الأهداف ديالي لي زوبجيكتيف ديالي من هداك هاديك السيمانة شنو خصني ندير وفاش يجي نهار الأحد ديال داك الأسبوع شنو بيكون خصني نكون درت بهكذا بغيتي تكمل دوك 16 أسبوع حتى كتوصل الأسبوع رقم 17 هاد الأسبوع غادي يكون العنوان ديالو هو المراجعة فقط اكيد كل واحد فينا هو كيحط البيلون ديالو غادي يكون رد البال واحد ثلاثه السوايع على الاقل كتمشي ليه في شي حوايج بانال انا كنسميهم مشتتات بحال مثلا شاك فوا كتكون داخل لافاك وكتلاقى مع واحد لا بيرسون اكس واحد لامي ديالك كتلقى راسك درتي دوميتور ومشيتي تقصر مع ماتش في البلاي ولا مثلا واحد الجو اون لين كتنعس
حتى كيديشارج عليك التليفون بسببه وهكذا دائما لا بريفير سيونس كتمشي ليك ولا إيه طويله شي بلا ما ندوي على لي ريزو سوسيو. كل واحد فينا عارف مزيان فين كيضيع الوقت على حساب قرايته. انا ما كنطلب منك والو، بغيت غير تامل في هاد المشتتات واش ديك داك الريزولطا اللي كتبتي في داك التحت ديال داك لو بيلون، وتسول نفسك حتى امتى واش انا راضي على نفسي، راه غير ما مشيت لك. هنا غادي ناخذ ليدي ديال الناس اللي متبعين لي ريجيم اليمونتير او الحميات الغذائيه، كيبقاو متبعين ديك الحميه بحذافيرها واخا هي ممله جدا وقاسيه شويه، حتى مثلا 6 ايام في الاسبوع حتى نهار السابع كيتسمى لو داي اوف. سي لا ميم شوز، ناخذوا هاد الفكره نستلهموها ونطبقوها علينا. بمعنى غادي نطبق كاع داكشي اللي كتبت في الجدول الزمني ديالي في كل يونيتي اللي هي الاسبوع، نحفظ نراجع نقرا نخدم ندير كاع اللي ليا حتى كيجي داك النهار السابع. ما غاديش نقيس السيلو، ما غاديش نشوف لي لاتر، ما غاديش نشوف الارقام، غادي يكون النهار ديالي ندير ما لذ وطاب لي اي حاجه من غير القرايه. هكذا كتكون هرستي ديك لا روتين ولكن بطريقه مطلوبه وبطريقه صحيه. فاش كيكون عندك هدف كتحطو بين عينيك كتبغي توصل ليه، سواء كبير سواء صغير سواء سهل سواء صعيب سواء مهم سواء بانال، سوق كادر خاصو يكون عندك وصافي. تحطو بين عينيك تفكرو اشاك فوا تعيا ولا تقرر تنسحب، تيقني كيعاونك كيعاونك كيرجعك للطريق، اشاك فوا كتنحرف عليا كيرجعك للطريق. واكثر حاجه تقدر تعاونك على هادشي هي المحفزات. جعل نفسك دائما محاط بناس زوينين، الا كنتي في الليسه ولا كنتي في لافاك ولا كنتي في ان انستيتيو، جعل نفسك تكون محاط بناس ماشي نبدا يكونوا متفوقين وكيقراو مزيان ديك النخبه، ولكن على الاقل الناس كيتقاتلوا، الناس اللي الا قلتي اجي نخرجوا نضربوا دويره ولا نمشيو للبيبان، لا لا غير اجي نديروا هاد التيتي اجي نكملوا هاد السيري كذا وكذا وكذا، ناس يكونوا فيهم هاد المواصفات، الناس عندها حتى هي اهداف. ولا مثلا قلب على ناس ملهمين، قلب على دشان، قلب على دي زانفلونسور ولا دي زانفلونسوز، هادشي كيعاون بزاف، هادشي كيعاون بزاف، تيقني الا ما مشيتيش بهاد الخطى راه تقدر تنجح، كاين احتمال انك تنجح، ولكن كتخلي داك الاحتمال لو هازار، وهادشي حنا ما بغيناش.